ايه رايك في حامل الفويل الثلاثي؟ احنا بنحط فيه بكره مناديل مطبخ وبنحط فيه فويل ستريتش راب او ورق زبده او اي حاجه احنا عايزين نحطها، هل هو عملي ولا لا ونقدر نحط فيه اي حجم ولا عايز حجم معين؟ ده اللي هنشوفه مع بعض النهارده. اول حاجه هو بيجي بالشكل ده، دول بس اللي بيبقوا مخلوعين منه وانا اللي بركبهم، وتركيبهم سهل، هي مجرد ما دي بتتشال كده وبدخلها كده وبدخل دي هنا كده وكده ابقى ركبته. المفروض بقى ان انا بحط هنا بكره ستريتش راب وهنا الفويل، دي بتتشال كده. كل حاجة دي اللي المفروض احنا بنقطع بيها الفويل بتبقى فيها شفرة من تحت كده اهي. اول حاجة انا جبت الفويل وجيت علشان احطه لقيت ان هو حجمه بعيد خالص عن حجم الحامل بتاعه. الحامل محتاج فويل، ومش بس ان انا اقول فويل يبقى اصغر بحاجة بسيطة، لا، لان هما محددين لي المكان اللي انا هحط فيه الفويل او هحط فيه اي حاجة انا مفروض احطها. يعني علشان احط فويل مظبوط محتاج ان يبقى ده حجمه لحد هنا بالظبط، وما اعتقدش ان في فويل بيتباع الحجم ده، هو بس اللي بيتحط فيه الاسترتش راب، وانا حطيت فيه كمان ورق الزبده علشان اقول حتى يحفظه لي هنا، وهقفل بالغطا كده. وفي تركيبه المفروض ان هو بيجي معاه مسامير ان هي المفروض ادقها جوه السيراميك، ودي افضل حاجه لي لاني جربت بالدبل فيس بيقع، جربت بالمسامير اللي هي دي برده بالدبل فيس برده بتقع، او ما بتحطهاش ما بتثبتش كويس كل شويه بتقع، فاللي هو لازم تدق جوه السيراميك. طيب بعد كل اللي قلته لكم ده انصح بيه ولا لا؟ يعني هو على حسب، انا جبته وخلاص فاوكي ابتديت ان انا استخدمه، وانا اصلا كنت جايباه عشان ينظم لي الثلاثه دول مع بعض، ومنهم كمان اهم حاجه بالنسبه لي كانت الفويل. بالنسبه لي هو مش عامل حاجه، مش مفيد في حاجه، بس هو عامل لي زحمه على الرخامه، فانا بحاول ان انا اعلقه كل شويه يقع. فبرضو انا مستخسره ان انا ادق له مخصوص لاني انا مش حاطه فيه حاجه ان انا احطه على الحيطه، عارفين اللي هو انا مش عارفه اعمل بيه ايه، بس خلاص مجرد ان انا جبته دفعت فيه فلوس فحطاه. بالنسبه لي حامل ثلاثي ومفروض ان هو اول حاجه للفويل، فهو ما بيتحطش فيه فويل لان حجمه صغير، عايز حجم معين للفويل. والحامل ده انا جايباه من فتره وكنت جايباه بحوالي 260 270 جنيه.